صبحكم بالخير. انا في عرعر، تذكرون محمد الشمري رحمه الله عليه؟ انا من عبد العزيز فهد، امر نسدد دينه، الحمد لله سددنا كل دينه، في 3 اشخاص فقط ننتظر بس ينزلون المبلغ وياخذ حقهم ان شاء الله. الامير امر بشراء سياره جديده لعياله وبشراء منزل، شرينا هالمنزل مليون ريال لعائلة محمد الشمري، اسال الله ان يجعله منزل مبارك، الله يجمعهم بخير. هذا المنزل جديد بعد ما سكن، وامر الله يديمه ويعزه ويرفع قدره يرحم والديه بفرشه تكييف. شوفوا هذا المجلس قاعدين نفرش فيه ما شاء الله تبارك الله. هذا المجلس شوفوا معي، هذا مقلط بعد مكتمل، شوفوا ما شاء الله. هنا ما شاء الله تبارك الله الصاله ما شاء الله، الله يبارك لهم. هنا مجلس النساء ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بعد مكتمل، احنا قاعدين نسوي فايات، الله يسامحك. هذا المطبخ بعد ما اكتمل ما شاء الله تبارك الله. هنا بعد غرف النوم قاعدين يركبون فيها ما شاء الله، في كم غرفة نوم بعد ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم، الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. هذه غرف نوم ما شاء الله، بعد هذه غرف نوم كاملة ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله يا عبد العزيز فهد أن يبارك في عمرك ويرحم والديك، وألف مبروك لعائلة محمد الشمري هذا المنزل، والله يهنيهم فيه، والله يجمعهم بخير يا رب إن شاء الله. حقيقة منزل